السلام عليكم أصدقائي محبي الأخبار والملفات، تحية طيبة لكم. يوم الخميس 9 من شهر فبراير شباط 2023، جولة سريعة لأهم أخبار ألمانيا أوروبا والعالم. نبدأ أصدقائي بالخبر الأول الذي تتكلم عنه الصحافة الألمانية، وهو معلومات جديدة وأيضا أخبار حول الزلزال الذي وقع بتركيا وبسوريا وخلف عدد كبير جدا من الضحايا. يقولون بأن عدد الضحايا ارتفع الآن ليصل إلى أكثر من 16,000 إنسان فقدوا حياتهم أصدقائي، وهناك تخوفات بأن يرتفع العدد. وقالوا أيضا أن فرص إنقاذ عدد كبير من الناس بعد مرور 72 ساعة من حدوث الزلزال، يعني هذه الفرص أصبحت ضعيفة، يعني أن يجدوا ناسا ما زالوا أحياء. قالوا بأنهم كل مرة حتى بعد مرور 72 ساعة يجدون ناس ما زالوا على قيد الحياة، لكن كل ساعة تمر كلما نقصت فرص إنقاذ الناس. وتكلموا أيضا بأنه ما زالت هناك مجموعة من المناطق في سوريا أو حتى في تركيا لم تتوصل بعد بالمساعدات اللازمة، أو توصلت بمساعدات قليلة، أو ما زالت تتعرض إلى إهمال أو نسيان، خصوصا بالمدن السورية التي توجد شمال سوريا. مثلا تكلموا بالصحافة عن مدينة إدلب ومحيط إدلب، تكلموا أيضا على عفرين ومحيط عفرين، تكلموا على حلب ومحيط حلب إلى آخره. وأيضا تكلموا بأنه أيضا بعض المناطق في تركيا بدأ سكانها أيضا يعني غاضبون جدا من الحكومة التركية، لأنه لم تصلهم المساعدات بشكل سريع. وأعلنت ألمانيا أنها الآن سوف أعدت طائرات عسكرية، هذه الطائرات العسكرية سوف تنطلق من المطار العسكري بهانوفا بمقاطعة نيدا زاكسن، وسوف تحمل 50 طن من المساعدات. هذه المساعدات سوف تتجه إلى تركيا، ومن هناك من تركيا سوف المساعدات إلى تركيا وأيضا إلى سوريا. وأيضا ترغب الحكومة الألمانية دعم يعني الجمعيات الإنسانية لدعم المتضررين من الزلزال أصدقائي في تركيا وسوريا بمبلغ 26 مليون يورو، وقالوا بأنه 25 مليون يورو سوف يذهب إلى الجمعيات التابعة للأمم المتحدة، ومليون يورو سوف يذهب إلى جمعية ماليستا التي أيضا تساعد الناس هناك بتركيا وبسوريا. إضافة إلى ذلك، يرغب الاتحاد الأوروبي البدء بعملية جمع تبرعات بين الدول الأوروبية وإرسال مساعدات عاجلة للغاية إلى سوريا وأيضا إلى تركيا. يرغبون بإرسال مساعدات تبلغ وتصل، يعني يخصصون 3.5 مليون يورو إلى سوريا و3 مليون يورو إلى تركيا من أجل مساعدة الناس هناك، لأن الناس بحاجة ماسة الآن بالمساعدة بأسرع وقت. ونتمنى السلامة للجميع وتعازينا الحارة للشعب السوري وللشعب التركي بهذا المصاب الجلل. نمر أصدقائي إلى موضوع آخر تتكلم عنه الصحافة الألمانية، وهو التضخم. ما زالت نسبة التضخم والغلاء مستمرة في ألمانيا، وحسب آخر الإحصائيات فإن شهر واحد شهر يناير كانون الثاني ارتفعت نسبة التضخم لتصل إلى 8.7%. هذا التضخم يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين سكان ألمانيا، وقالوا بأنه من الأسباب أيضا استمرار يعني غلاء المحروقات، أيضا إلى الفواتير التي يدفعها الناس، وأيضا إلى قيام مجموعة من الشركات برفع أسعارها بداية سنة 2023. يعني مجموعة كبيرة من الشركات من الهيئات كذا كذا، الكل رفع علينا الأثمنة، وهذا ما أدى أيضا إلى رفع نسبة التضخم للأسف.
تتكلم الصحافة الألمانية أنه هذا اليوم أعلنت النقابة العمالية فيردي بمجموعة من المناطق في ألمانيا على البدء بإضراب عن العمل، وقالوا بأن هذا الإضراب خاص بالخصوص بعض المناطق في مقاطعة إنيرفي نورد راين فيستفالن شمال الراين فيستفالن، حيث قالوا أنه أضرب عن العمل لمثلا الباصات والمواصلات العامة بدوسلدورف ودورتموند، بينما بمدن أخرى بمقاطعة شمال الراين فيستفالن هناك بعض يعني قاموا بإضراب بمجالات أخرى، مثلا مجال روضات الأطفال أو بعض الإدارات التابعة للإدارات والمؤسسات الحكومية، إضافة أيضا إلى جمع القمامة أيضا قاموا بإضراب ببعض المناطق. إضافة إلى ذلك هناك أيضا إضراب عن العمل ببعض المدن في هسن وفي برلين، مثلا في مدينة في مقاطعة هسن مدينة فولدا أضربت أحد المستشفيات هناك عن العمل، أو قسم من المستشفى أضرب عن العمل. هذا الأمر لم يؤثر على المساعدة الطبية للمستشفيات، إنما بعض العمليات التي تراها المستشفى أنها مثلا في مستشفى فولدا بهسن بأنها يعني غير ضرورية يمكن تأجيلها، يعني قاموا أيضا بتأجيل بعض العمليات الجراحية. أيضا في مستشفى شاغيتي بعض الموظفين هناك في برلين قاموا أيضا بإضراب عن العمل، إضافة إلى بعض الموظفين بجامعة برلين أو حتى بالمكتب الماء الصالح للشرب ببرلين، وأيضا بجمع القمامة بعض الموظفين عملوا إضرابا وضغوطا من أجل رفع مرتباتهم، أصدقائي يعني يطالبون برفع المرتبات. نمر إلى موضوع آخر يتكلم على المأساة، صراحة أنا أراها مأساة، مأساة الربح الكبير والغنى الفاحش والاستغلال الفاحش لشركات النفط لنا، ونتمنى ونطلب أيضا تدخل الحكومات والحكومة الألمانية وأيضا أوروبا من أجل فرض ضرائب كبيرة على شركات النفط. لا يعقل، شركات النفط سنة 2022 عملت أرباحا خيالية وأرباحا تاريخية لم يسبق لها أن عملتها منذ أن تأسست. مثلا شركة توتال المختصة بالنفط أصدقائي والبنزين والديزل عملت، وهي شركة فرنسية، عملت أرباحا خيالية يعني 28% ووصلت أرباحها إلى 20.5 مليار دولار. أيضا شركة بي بي البريطانية عملت أرباحا خيالية لا تصدق أصدقائي، السنة السابقة وصلت حتى إلى أكثر من 40 مليار دولار. الشركات الأمريكية أيضا عملت يعني أرباح جد 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 خيالية، خصوصا شركة إكسون الأمريكية ربح صافي ب 56 مليار دولار، أي زيادة 140 بالمئة. هذا الأمر صراحة لا يفهم، يعني شركات النفط تعمل أرباح والشعب يدفع من جيبه، نحن يزيدون علينا فاتورة عندما نذهب إلى عمل تانكن شحن السيارة بالبنزين أو بالديزل، نحن الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة ندفع من جيوبنا، وشركات النفط تلوث البيئة وتزيد من أرباحها وضرائبها قليلة. هناك أيضا غضب كبير جدا، مجموعة من السياسيين يطالبون بفرض ضرائب على شركات النفط التي ترفع علينا الأسعار بالمقابل ثمن النفط رخيص، ونحن ندفع كثيرا عندما نذهب إلى تانك شتيلة أصدقائي من أجل الديزل أو البنزين إلى آخره. نمر أصدقائي إلى موضوع آخر يتكلم على قضايا اللجوء. أعلنت وزيرة الداخلية السيدة فيزا أنها سوف تقوم بقمة لجوء يوم 16 من شهر فبراير شوباط، سوف تجتمع فيها مع ممثلي المقاطعات والمدن الألبانية. قالت بأن هذه القمة لن يشارك فيها مستشار ألمانيا،
هذا الأمر أغضب بعض الشيء المعارضة. المهم أصدقائي، بهذه قمة اللجوء تريد وزيرة الداخلية والحكومة الألمانية الاهتمام والسماع لمشاكل المقاطعات ومساعدتهم بالمال وأيضا ببنايات كي يستطيعون إيواء اللاجئين. وقالوا أنه سنة 2022 قدم تقريبا 244 ألف طلبة لجوء، وقالوا هذا يعد رقم قياسي كبير لم يحصل منذ سنوات. وقالوا بأن أكثر الدول أو الناس الذين قدموا لجوء هم من سوريا، من أفغانستان، من تركيا، من العراق، ومن جورجيا. وقالوا بأنه في أول شهر من هذه السنة، من سنة 2023، شهر يناير كانون الثاني، قدم 29 ألف شخص طلب لجوء. ونعلم بأن اللاجئين الأوكرانيين لا يقدمون لجوء، لذلك لا يدخلون في هذه الأرقام التي ذكرناها. وقالوا أنه منذ بداية الحرب في أوكرانيا إلى غاية يوم الرابع من شهر فبراير شباط 2023 دخل وسجل في ألمانيا 1.6 مليون لاجئ أوكراني، يعني 1.6 مليون أوكراني سجلوا ويعيشون في ألمانيا. لذلك زاد الضغط بشكل كبير على المدن والمقاطعات الألمانية. لذلك ستكون أيضا هناك قمة أوروبية سوف يتكلمون فيها على قضايا متعددة، سوف يشارك فيها أيضا مستشار ألمانيا. ومن بين القضايا التي يرغبون أيضا الحديث عنها هي قضية الهجرة وقضية اللجوء. هناك بعض الدول من بينها النمسا التي تطالب بغلق وغلق الحدود الأوروبية وصرامة بالحدود الأوروبية، وهناك دول أخرى تطالب بعمل اتفاقيات مع دول خصوصا في شمال إفريقيا كي يمنعوا من قدوم اللاجئين، وإذا جاء اللاجئون منها يتم إرجاعهم إلى تلك الدول. أصدقائي، لأنه الآن يعني حتى عندما رأينا بالإحصائيات، يعني عدد هم لا يتكلمون على اللاجئين الأوكرانيين، لأن اللاجئين الأوكرانيين يرونهم هم أولى حاليا بالحصول على اللجوء والاستقرار في أوروبا، لكن هم متضايقون، بعض الدول متضايقة من اللاجئين الذين يأتون من آسيا، من إفريقيا، أو من أمريكا الجنوبية. فهناك جزء مثلا النمسا تضغط وتقول نريد سياسة متشددة. ألمانيا لا ترغب بعمل سياسة متشددة، ترغب ألمانيا بعمل سياسة بالعقل وبالتفكير ودون تسرع. سيكون هناك اجتماع يقولون سيكون صعب، خصوصا هم سيتكلمون على مواضيع متعددة، لكن قالوا بأن قضية الهجرة واللجوء سوف يعني ممكن أن يكون فيها صراعات بعض الشيء وخلافات بين الدول الأوروبية. ألمانيا تقول بأن ألمانيا تدعم الهجرة، وألمانيا ترغب بمهاجرين شرعيين، وألمانيا تعد لفتح باب الهجرة الشرعية للناس الذين يعيشون في بلدانهم، ومثلا عنده شهادة جامعية، شهادة مهنية، شخص يأتي مباشرة إلى ألمانيا من أجل العمل. هذا الأمر قالت ألمانيا أنها ترغب به، لكن ألمانيا الآن ومستشار ألمانيا يرغب شيئا ما بعمل أيضا، يعني يقولون اللاجئ الذي يأتي مثلا من دولة آمنة، دولة ليس فيها حرب، دولة مثلا فقط لمشاكل اقتصادية، هؤلاء ممكن أن ألمانيا بالمستقبل تتشدد معهم بعض الشيء، خصوصا لو عملوا اتفاقية ترحيل. حتى أنهم تكلموا وقالوا بأن أوروبا تضغط كثيرا على ألمانيا وتضغط كي يعملوا اتفاقيات ترحيل جديدة مع دول شمال إفريقيا، يعني مع المغرب قالوا، وأيضا مع تونس، مع الجزائر، ومع مصر. ليبيا لم يتكلموا عنها لأنه قالوا ليبيا توجد فيها، ما زالت هناك مشاكل سياسية، لكن هم يضغطون أن يعملوا أيضا اتفاقيات ترحيل مع هذه الدول، وهذه الدول يعملوا فيها مراكز، يعني حتى اللاجئين الذين يأتون من إفريقيا أو يأتون من آسيا أو يأتون من أي مكان ويحاولون المرور من هذه الدول، تقول لهم أوروبا لا، يبقون في تلك الدول وهناك يعيشون وهناك يقدمون إلى طلبات اللجوء. بطبيعة الحال هذه الدول ترفض، يعني المغرب والجزائر وتونس ومصر يرفضون هذا الأمر،
لكن هناك أصوات يمينية متشددة في أوروبا تقول يجب الضغط على هذه الدول كي يقبلوا باستقبال اللاجئين وكي لا يسمح هناك بمرور اللاجئين، ويعملون مثل الاتفاق الذي عملوه مع تركيا. إذن هناك صراعات. كثير من الأصدقاء يسألونني هل هذا الأمر يمكن أن يؤثر على اللاجئين الذين يعيشون في ألمانيا؟ لا أصدقائي، الناس التي تعيش في ألمانيا عندها دولدونغ أو تعي أو عندها لجوء أو عندها كذا، هؤلاء يعني لا يؤثر عليهم، خصوصا إذا كانوا يعملون. الآن من عنده دولدونغ، الحكومة الألمانية عملت الطريق كي أن الشخص اللي عنده دولدونغ يمر إلى إقامة عمل في ألمانيا. هذا الأمر يخص الناس الذين يمكن مثلا يأتون من دولة لا توجد فيها حرب، ويمكن يفكرون جديدا بالقدوم إلى أوروبا. هؤلاء ممكن ستكون بالنسبة لهم الوضع صعب للغاية. نحن نتكلم الآن كيف هم يرغبون بالحد من قدوم لاجئين جدد. يقولون لا نريد لاجئين جدد، نريد مهاجرين أصدقائي. لذلك من يعيش في ألمانيا، من يعمل، من يشتغل، من كذا، هناك بالعكس هناك فرص كبيرة لتقديمكم للجنسية الألمانية، هناك فرص كبيرة لتقديمكم للإقامة الدائمة، هناك فرص كبيرة أيضا لمن بالدولدونغ ويعمل. ومع هذا قانون تغيير، يعني هذا قانون تغيير المسار الجديد والإقامة التجريبية، هذه كلها أمور موجودة ولله الحمد يمكن استغلالها. سيصعبون فقط أيضا مع من يرتكب جرائم، لكن من يوجد هنا من مدة طويلة لا يقلق. أيضا قالوا منذ مدة بأنهم لن، مثلا إذا فكروا مثلا بترحيل أو فكروا بشيء أو ضغوط، لن يتعاملوا مع بعض الدول، مثلا مثل سوريا، وأيضا لن يتعاملوا مع أفغانستان. هذه الدول قالوا لن يتعاملوا معها. وأيضا عندما يتكلمون في الصحافة مثلا لم يتكلموا على العراق، إذا لن يتعاملوا أيضا مع العراق، ولن يتعاملوا مع مجموعة من الدول. الآن الأوروبيون يرغبون كما قرأت بجميع الجزائر، يعني بالجزائر، يرغبون بالجزائر، يرغبون بالمغرب، يرغبون بمصر، ويرغبون بتونس كما قرأت بجميع الجرائد أصدقائي. هذه الدول هي دائما من يذكروها بالصحافة، يعني دول البحر الأبيض المتوسط هي من يذكروها على الأغلب بالصحافة، وهي التي يرغبون بالضغط عليها. إذا أصدقائي، رغم يعني لا نعرف كيف ستكون الأمور، هي مرة مرة تأتي هكذا موجة من التصريحات. نمر إلى موضوع آخر يتكلم عن القهوة ويتكلم عن الحليب. قالوا بأن ثمن القهوة وثمن الحليب انخفض بمجموعة كبيرة من السوبر ماركت، وأيضا المواد الحليبية ومشتقات الحليب، يعني ثمنهم بالسوبر ماركت قد انخفض بعد الغلاء الرهيب التي عرفته هذه المواد السنة السابقة. أيضا آخر موضوع يتكلم عن انتخابات مقاطعة برلين. سوف تعرف مقاطعة برلين انتخابات يوم الأحد. أحد يحكم مقاطعة برلين الآن السيدة جيفاي من حزب اس بي دي الاشتراكي، الذي أيضا ينتمي له مستشار ألمانيا السيد شولتز. لكن بسبب الأحداث التي حصلت بليلة رأس السنة، وشارك فيها بعض ذوي الأصول الأجنبية والمهاجرة، نقصت شعبية حزب اس بي دي الاشتراكي، ونقصت شعبية حزب الخضر وحزب اليسار، وزادت شعبية الأحزاب اليمينية مثل حزب سي دي او أو حزب اف دي اليميني المتشدد. وعلى الأغلب حسب استطلاعات الرأي يقولون بأنه ممكن أن ينتصر حزب سي دي او، لأنه حزب سي دي او مسك هذا الموضوع الأمني، وقالوا بأنهم يرغبون بضبط برلين وإعادة الأمان إلى برلين إلى آخره. السيدة جيفاي تقول برلين آمنة، ولا تستغل يعني موضوع الهجرة واللجوء كي تكسب بالانتخابات. لكن على ما يبدو أن أحداث رأس السنة يمكن أن تؤدي إلى تغيير الحاكم في مقاطعة برلين أصدقائي. إذا فاز حزب سي دي أو سوف تكون بطبيعة الحال رسالة سيئة لمستشار ألمانيا، وسوف تزيد أيضا من قوة وشعبية حزب سي دي أو الذي يوجد بالمعارضة. المهم أصدقائي، كانت هذه جولة لأهم أخبار ألمانيا. شكرا لكم، السلام عليكم، إلى اللقاء.